هلا والله شباب، طبعا اليوم راجع بمقطع جديد من لعبة كروتوبيا، واليوم شو اسمه راح احصل ولات. عندي سيد مرة كان بحصل فلافة ديل، يمكن فلافة 100 وال، قصدي 4 ديل، 200 وال، ما ادري كم بالضبط. وقبل لا ابدأ، مو حين الحين الساعة 12 وربع، هو الساعة 1 تقريبا بيبدأ. عدلت على العالم، ضفت هذه الحركة، وهني هيا زعم اليوتيوب وده، وفوق بعد سويت شو اسمه محل هني. براويكم شيء اتوقع انتم ما تعرفونه، يعني كم من عندي تقريبا 180 مشترك، تقريبا 170 ما يعرفونه، يعني انت هذا الشيء هو. اتوقع ناس قليل يعرفونه، الحين بتشوفونه وش ده. شوفوا دقيقة، هاي شوفوا بعد وش سوي هذا. شوفوا شوفوا الشخصية، ويلي رجع محله. وشوفوا هالتيشيرت اللي عليه، احلاوة او لا مرة، بس الحين بودي عشان التوكن، عشان احصل توكن زيادة. وانا التوكن اللي عندي خلينا نشوف كم، 24، كنا 27، بصيرون الحين 28. هاي فوني لا عطيته ويا، خلاص روحي. هاي عطاني سير، يا رب جواهر واجد. يقول لي يا بعطيك 100 جوهرة يا 5000، يعني يا أقل شي 100 أقل شي 5000. عطاني 1200، يلا زين. هاي 10000 XP وتوكن، 28 توكن. خلينا نشوف ايش يصير. اللي عطاني كان عطاني ديرت، مرة ويش هاي هو مرة ويش ده، بس خلني ازرعه. شفت لا هاي سحبت عليهم بعد، وسويت عالم سمك. سويت يعني مرة من كم يوم، تقريبا 5 أيام 6 أيام مرة كان بالضبط. قلت بصور وأنا أسوي، صورت كل شيء بعدين حذف المقطع، ونسيت حتى أراويكم هي. صار شكله فان، الحين بتشوفونه. واللي يبى سمك فري عادي بجي اعطيه، هذا هو لانا، وبسوي شرح عن هالسمكه. هاي تصيرها عادي، هي صق نادرة، بس فيها في لها طريقه معينه تصير شو اسمه سمك، عشان تصيرها هي نفسها. هاي السمك عندي واجد أحيانا، مرة يسافيها من اللي يبوي يقول لي يبوي وبجي أعطي. خلنا أعطي دلان، كل واحدة بعطيه كم من نوع مرة. هاي عندي واجد بعطي منهم، اللي يشيل يشيل، أنا اللي شلته. لا شغلة شغلة، خلنا نعتمد لهم بعض فلافة. بافلتها وانا اتحرك. لا يصير لا يصير، هاي
خلى عندي شوي من هذا، عندي رارزة 5000 شيل. نعطيهم واحدة من دي بس على السريع، أنا صار مقطع طويل أصلا. هاي بس المقدمة، بعد ما كملت الفيديو شكلي بسوي وأنا أحصل السيد مسرع. نعطيهم بعد واحد حوت على السريع، 82. لا دم بشوي كبير لازم ألوص. يلا منو بحصله، منو بحصله؟ شكله هذا اللي عنده قلب هو اللي حصله. ما عندي منها. اوكي طبعا خروح جلانكو. هذا هم السيد، سقهم شوي بس بطلع منهم اللوت واجد، مو شوي 235 سيد بس تقريبا بطلع منهم 3 دل او 4 دل 2 دل، ما ادري كم بالضبط، بنشوف بعدين عقب نص ساعة. بس خلني اخذ لقطة على السريع، هم يكبرون. اوكي اخيرا استوى هذينهم طبعا، خلنا بس نراويهم اياه قبل لا اشيلهم. ما احس السالفة ما لها داعي بس يلا. بس خلاص شفتونه استانستونه، خلينا بس ساعات الجيران هني. ما توقع مال ايه. اوكي خلينا بس نجيب الفوكس مالنا الثعلب، تخلي يولي حين. اوكي يلا طبعا قبل لا ابدا، انا تقريبا ما ادري كم بحصل، بعدين اذا سويتهم كامل براكم كم حصل. وهاي شو اسمه كم سيد حصلت، هو 235 سيد وصرفت عليهم 1 دول و 36 ول، وبنشوف كم بحصل. ويلي الله متحمس يا رب واجد. ما اري بعدين اراويكم وانا قاعد ابيعهم او لا. وانا متى بتصور؟ قاعد اصور. هم دي البلوكات ببيع لمتين، مر باربعة وخمسة وثمانين والاقل شيء، وزيد شيء 90 ول على ما اعتقد يعني. وش بعد؟ ايه والسيد ون بون ول، هو عشان ببيع 290 ول يمكن. او شو اسمه بخلي عندي كم 100 حبة 50 حبة 20 حبة بوديهم في العالم مالي في عالم فمانيا في الفندوت هناك وبيعهم. ايه هذا عقب ساعتين بيستوون 5 سير زيادة. خلنا بس بس الست هو مو حزة اللايك. كم حبة تتوقعون؟ 400؟ أنا أتوقع 500 الصراحة، يعني 500 حبة. حزك يا اللايك.
زاك انه اخذ جوهر عشان رفيقي يشيل الباقي. كم سيل هاي الحين؟ سيل تقريبا 5 ولا عندي 7 وال هني 7 وال. شيل 8 9 10 هاي. اوه سيل هالمرة بعد طلع واجد لي. يلا يلا خلينا نشوف كم. ان شاء الله اكثر من 100. اوه زين الله كفى. يعني تقريبا كم 270 مال. ما الحين ببيع هوم وبخلي يوم يوم 80 بلوك يا جسمه. يلا يلا الحين الفيديو بيكون مسرع يعني اتوقع.